صبحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامجكم اليومي شمس البحرين. طبعا وصبح ايضا على زميلي حمد. طبعا اليوم مثل ما نعرف الخميس الونيس واللي الكل ينتظره. طبعا دائما اجواء الخميس مختلفه، ولا ايش رايك يا حمد؟ صح، صباح الخير اسراء، صباح الخير على جميع مشاهدينا. طبعا اليوم الخميس نفس ما ذكرت اسراء، الخميس دائما يكون خفيف، يكون يعني في وناسه، في ان نطلع برا نستانس، يمكن طلعات الاهل كثيره. صحيح. شنو الاشياء اللي تحبين تسوينها في الويكند دائما اسراء؟ شوف انا حمد صراحه الويكند عندي عائلي. يعني أكثر شيء عائلي، أحب أن أنا أكون مع جماعة الأهل بين الأخوان والأخوات والوالدة الله يطول بعمرها. يعني أنا بالنسبة لي جمعة العائلة وايد مهمة. دائما هاي الطقوس اليوم الجمعة خاصة. صحيح. يكون ليوم الأهل التجمع، يكون يعني طول الأسبوع يكون في شغل ستريس. صحيح. كل هذه الأمور، لكن يوم الجمعة دائما يكون حق الأهل. يوم الخميس دائما أنا يعني يكون في ترفيهي أكثر، ممكن أروح طلعت مع الأصدقاء. صح. مثلا سينما، يمكن طلعات مثلا، كثير أمور نسويها. أنا بعد يعني أحب الرياضة، فكثير من الأمور أسويها رياضية، لأن الحين بعد في البرنامج الوقت ضيق يكون عندك. صح. فالويكند دائما أستغله للرياضة، سينما، طلعات. حلو. يعني نستانس في الويكند عشان يوم الأحد يكون شنو، نكون مرة ثانية فريش مرة ثانية. أكيد. قصة بعد نبتدي قصة الإعلام، إعلام طبعا الدول. نعم. طبعا في كثير من الأعلام لها معاني. صحيح. معاني أو تقريبا أغلبها لها معاني، رموز ترمز لأشياء معينة، ترمز لشيء معين. وهذا الشيء طبعا عشان كذي فريق الإعداد حضر لنا تقرير أسبوعي يعرف علينا، لكل أسبوع نعرف على دولة معينة وعلم معين، قصة علم، واللي بنتعرف فيها على كل علم وولادته في سياق هذا التقرير. نشوف شنو الدولة وشنو العلم ونرجع نكمل ونتكلم عنه. نعم. قصة علم اليوم، قصتنا عن علم المملكة المغربية والتي تقع في قارة أفريقيا بين الصحراء الغربية والجزائر وإسبانيا، وتطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتشمل دولة المغرب على عدة مدن رئيسية أشهرها الرباط، طنجة، مراكش، الدار البيضاء، تطوان، سيلة، أغادير، مكناس، والناطور. يتكون علم المغرب من مستطيل باللون الأحمر تتوسطه نجمة خماسية باللون الأخضر، حيث يشير اللون الأحمر الذي يزين علم المغرب إلى القوة والشجاعة والصلابة، بينما تشير النجمة الخماسية الخضراء فيه إلى الخاتم السليماني، وكما ترمز إلى أركان الإسلام الخمسة وهي الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، والحج. أما اللون الأخضر فيرمز إلى الأمل، السلام، الحكمة، الفرح، والحب، والتفاؤل. طبعا مشاهدينا مثل ما الكل يعرف ان العلم والمعرفه هما اهم عنصرين في يعني حياه اي انسان، اللي نكتسبهم بالتعليم والخبره. فمصادر التعلم توفر الكتب المدرسيه او البحوث العلميه او المحاضرات وغيرها للطلاب او المهتمين بالعمليه التعليميه لصقل مهاراتهم العلميه والعمليه. بالتاكيد اسراء، لان مملكه البحرين دائما سباقه، اطلقت وزاره التربيه والتعليم مبادرات بعنوان إيزير لتطوير خدمات مراكز مصادر المعرفة التابعة للوزارة، واللي صراحة عملت صدى قوي في الفترة الحالية. وعلشان نتعرف أكثر عن مبادرة إيزير يشرفنا ويسعدنا أن تكون معنا الأستاذة زينب سعيد سلمان من مدرسة عالي الإعدادية للبنات. يا مرحبا فيك أستاذة. يا هلا، صباحكم الله بالخير. صباح الخير أستاذة. أستاذة بداية يا ريت تعرفينا بهذه المبادرة، شن هي هاي المبادرة وما هي أهدافها؟ طبعا بداية حينما نتحدث عن مبادرة إيزير لتطوير خدمات مراكز مصادر المعرفة في مملكة البحرين، هنا ودي أن أشير إلى أن مراكز مصادر المعرفة هي من أهم المحركات التي تدفع جانب التنمية المستدامة في البلدان. لذلك نحن هنا نركز من خلال المبادرة على تطوير الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز واستحداث أركان جديدة
تعمل بدورها هذه الأركان وهذه الخدمات على إتاحة المزيد من مصادر المعرفة، وإلا تنحصر مصادر المعرفة فقط على الجانب الورقي أو على الكتب الورقية، وإنما تتيح هذه المبادرة مجموعة من الخدمات التي تواكب مستجدات العصر الحديث، وتجمع بين هذه الأركان مجموعة متاحة من مصادر المعرفة. هنا أنوه بأن هذه المصادر لا تعتمد فقط على الكتب الورقية، وإنما هناك مجموعة من الأركان كركن الكتب الرقمية وكذلك ركن الكتب المسموعة، إضافة إلى ذلك بعض الأركان التي نوظف من خلالها الذكاء الاصطناعي كمصدر من مصادر المعرفة. وهنا أدخلنا محرك البحث تشات جي بي تي، إضافة إلى ذلك استحدثنا ركن إلى خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك استحدثنا ركنا آخر من أجل إتاحة الآلات التي توفر خدمة الطباعة على الأكواب والتيشيرتات. أيضا لدينا ركن هواة التصميم والابتكار وإدخال الروبوتات في مجال إكساب الطالب أو حتى الجمهور العام المعرفة، وأيضا أركان أخرى من أجل التسجيل الموسيقي وغير ذلك. نعم أستاذة زينب، يعني يمكن نفس ما قلتي التنوع في مصادر التعلم أكيد لها فوائد كثيرة للطلاب، يعني محظوظين الطلاب الحين عندهم وايد أمور مسهلة، كثير أمور مثل ما نقول الـ AI أو مثل ما قلتي الـ Chat GPT، هاي يعني عطاهم يمكن سهولة في البحث وإيجاد المعلومة بطريقة جدا سهلة وسلسة. فشنو الأمور اللي يتطور في الطلاب الحاليين أو الجيل الحالي مع كل هذه المصادر المتنوعة؟ طبعا من خلال هذه المنصة الوطنية هنا أشير إلى شعار أو هوية المبادرة، مبادرة إيزير لتطوير خدمات مراكز مصادر المعرفة. هنا اخترت بالتحديد حرف الإي. حينما تسألوني عن سبب الاختيار، طبعا إي هو الحرف الأول من إيزير، سبب الأول، بينما السبب الثاني هو إلكترونيك أو المجال الإلكتروني. إضافة إلى ذلك حينما نشاهد بأن هذا الشعار يضم أو هذه الهوية تضم أربعة ألوان، لدينا اللون الأزرق يشير إلى الذكر، بينما اللون الوردي يشير إلى الأنثى، بينما اللون الجديد الذي تم إدخاله هو اللون البنفسجي وهو لون الأسرة، لأننا نتيح من خلال هذه المبادرة إتاحة بيئة تفاعلية، فضاء تفاعلي واسع يضم جميع أفراد الأسرة ويوفر الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة دون حكر على الأطفال أو الناشئة فقط. وهذه هي الخاصية المدخلة الجديدة في مراكز مصادر المعرفة. إضافة إلى ذلك لو شاهدنا هنا اللون البرتقالي، اللون البرتقالي أحببت أن أدخله في الشعار لأنه يرمز إلى التطوير، الانطلاقة، الاستحداث والرؤية المستقبلية بإذن الله تعالى. طبعا إتاحة جميع هذه المصادر، مصادر المعرفة بدورها ليس فقط تطوير من جانب تعليمي لدى الطلاب أو معرفي، وإنما حتى تطوير جوانب اجتماعية، حيث أشرنا منذ قليل بأن هذه المبادرة تجمع جميع أفراد الأسرة تحت سقف واحد. أدخلنا أيضا بعض الخواص على هذه المبادرة كإتاحة الألعاب التعليمية، استعارة الألعاب التعليمية، أيضا ركن إلى الطعام والشراب وغير ذلك، بحيث بأننا نخرج عن المألوف كما هو متداول مسبقا في مراكز مصادر المعرفة. طبعا أستاذة أنتوا طبقتوا يعني هذه المبادرة في بنك البحرين الوطني لمصادر المعرفة، ياريت تتكلمين شلون شفتوا الإقبال من خلال تطبيقكم لهذه المبادرة، وهل هو يعني الانضمام لها هل هو يكون للعموم ولا مخصص فقط للطلاب؟ طبعا جاءت هذه المبادرة بناء على مسح ميداني أجريته عندما زرت إحدى أكبر مكتبات أوروبا في جمهورية فنلندا، مكتبة أودي. طبعا لاحظت هناك أن يوجد استقطاب كبير لجميع شرائح المجتمع، فمن خلال المسح الميداني الذي أجريته وقفت على أبرز المكتسبات في هذه المكتبة التي استقطبت هؤلاء الجمهور. فيما بعد، بعد العودة إلى مملكة البحرين، زرت مركز بنك البحرين الوطني لمصادر المعرفة، ومن خلال عدد من الاستبانات التي أجريتها هناك بالتعاون مع اختصاصية مصادر المعرفة في المركز،
وقفنا على أبرز الاحتياجات التي يريدها الجمهور المستهدف هنا لدينا في مملكة البحرين. بناء على هذه الاستبانات أدخلنا بعض التعديلات واستحدثنا بعض الأركان وأتحنا خدمات جديدة تلبي الاحتياجات التي تلمسناها لدى الفئة المستهدفة من خلال هذه الاستبانات. الجميل في الموضوع بأننا استقطبنا عدد كبير من طلبة مملكة البحرين سواء كانوا من المدارس الحكومية أو الخاصة، والأجمل بأن هنا أذكر بعض المدارس الأجنبية في مملكة البحرين والتي تجد في اللغة العربية لغة ثالثة واللغة الإنجليزية لغة ثانية، بينما اللغة الفرنسية لغة أولى. يعني استقطبنا عدد كبير جدا من هؤلاء الطلبة لأننا أتحنا كتب بمختلف اللغات وبخاصة لهؤلاء الطلبة من الجاليات الموجودة في مملكة البحرين. كذلك من خلال ركن الكتب المسموعة وجدنا إقبال كبير من خلال الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد المكفوفين. من خلال الكتب المسموعة استطاع هؤلاء الطلبة الاستماع إلى هذه الكتب، ومن خلال إتاحة آلات الكتابة بلغة برايل استطاع أيضا هؤلاء الطلبة المكفوفين من تلخيص المسموع والمشاركة به في مختلف الأنشطة المدرسية أو المسابقات الخارجية. جدا جميل. جداً نعم. نوع الكتب لذوي الاحتياجات الخاصة أكيد لها طابع خاص، طريقتها معينة عشان تتناسب مع الطلبة اللي يحتاجون هذه النوع، فلو تكلمينا بشكل مختصر عن هذه الكتب. طبعا هذه الكتب جاءت بصيغة سمعية، كتب مسموعة. إضافة إلى ذلك أنا لا أركز فقط للحديث عن الكتب، وإنما حتى أركان المبادرة أتيحت فيها لغة برايل، يعني اليافطات أو اللافتات التعريفية، إضافة إلى الألعاب التعليمية بعضها جاء بلغة برايل، بحيث لا تكون أو لا يكون فقط الركن المحصور للاستفادة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة المكفوفين فقط الكتب المسموعة، وإنما حتى بقية الأركان يمكن من خلالها المشاركة، حيث أتيحت من خلالها لغة برايل كلغة ثالثة موجودة أيضا في أركان المبادرة. نعم. أستاذنا بنعرف هل هناك ورش عمل أو دورات تقام من ضمن هذه المبادرة؟ نعم، أتيحت مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع مركز الموهوبين وكذلك أخصائي الموهبة والتفوق بوزارة التربية والتعليم، وأيضا بعض التربويين من الشراكة المجتمعية. من ضمن هذه الورش المقدمة تعديل السلوك بواسطة المجال الموسيقي، إضافة إلى ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس. نعم. استاذة للي ما يعرف شنو سيستم اللي هو الشات جي بي تي، لو تقدرين تعرفين عنه أكثر وشنو راح يفيد الطلاب في هذه الفترة وشون راح يتعلمون عليه، لأنه يعني مثل ما نقول برنامج خارق ولا أمور كثيرة تقدرون تستفيدون منها، لو نتكلم. طبعا هذا التطبيق أطلق في نوفمبر من العام 2022 للميلاد، وتسعى الآن المؤسسات التربوية والتعليمية لإدخال هذا التطبيق كاستراتيجية من استراتيجيات التدريس الحديثة. طبعا هذا التطبيق مقرون بالذكاء الاصطناعي، تم يعني إخضاعه مسبقا من أجل أن يكون مولد معلوماتي من خلال الدردشة، وطبعا تتاح فيه مجموعة من اللغات. والجميل في الموضوع أن حتى اللغة الدارجة أو اللهجة الدارجة يستطيع من خلالها الطالب أن يستخدم هذا التطبيق. أنا شخصيا أستخدم هذا التطبيق من أجل الطلبة الذين يتغيبون لظروف صحية عن الحصص، يستطيعون بالإضافة إلى العودة إلى التسجيلات الدروس المسجلة يستطيعون العودة أيضا إلى هذا التطبيق من خلال إتاحة مجموعة من محاور الخاصة بالدرس. يجيب هذا التطبيق عن أبرز هذه المحاور ويقدم لهؤلاء الطلبة نبذة مختصرة عن الموضوع المدروس من خلال الحصة الدراسية بشكل دقيق، يكون صحيح. نعم، بشكل دقيق وبإيراد المصادر والمراجع التي اقتبس منها هذه المعلومة. نعم أستاذة، هناك دائما نسمع يقولون مكتبة ومصادر التعلم، فالناس تنظر لها بأن هي نفس الشيء، يعني المكتبة أو مصادر التعلم. يا ريت توضحين لنا ما الفرق ما بين المكتبة المقصود فيها ومصادر التعلم. طبعا كمصطلح قديم ليس فقط في مملكة البحرين وإنما في مختلف البلدان المتقدمة، كمصطلح قديم كان يوجد مكتبات وطنية.
ما زلنا نحافظ على ونعتز بهذه الأصالة بوجود المكتبات الوطنية، ولكن مراكز التعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم انتقل اسمها ومصطلحها الحديث إلى مصطلح مراكز مصادر المعرفة. من اسمها مراكز مصادر المعرفة لا تركز فقط على المستودعات الورقية أو الكتب الرقمية كمستودعات أو مراجع لاستسقاء المعلومة أو المعرفة، وإنما كمصادر معرفة متاحة. هنا أتيحت مختلف مصادر المعرفة التي تمازج بين الذكاء الاصطناعي والتطور العصري، وكذلك استسقاء المعرفة. وكذلك هنا نلاحظ بأن المعرفة لا تأتي فقط من القراءة، ولا تأتي فقط من الكتب سواء كانت رقمية أو مسموعة أو حتى ورقية، وإنما إتاحة مصادر المعرفة كأركان للتسجيل الموسيقي، ألعاب الفيديو التفاعلية التعليمية، أو كذلك التسجيل الصوتي، أو ركن الهواة والتصميم والروبوتات. جميع هذه المصادر هي مصادر معرفة تتيح للطالب تنمية وتطوير الجانب المهاري. هنا نخرج من الإطار الضيق لمفهوم المكتبات التي تنحصر فقط على الكتب، وننطلق إلى فضاء تفاعلي واسع يجمع جميع هذه المصادر. طبعا يعني مبادرة جدا جميلة اللي هي إيزير. إيزير يعني نسهل على الطلبة، نسهل على اللي يدرسون إيصال المعلومة لهم بطريقة أسرع. والبرنامج الجديد اللي انت قلتي عنه، هاي طبعا الحين حديث الساعه، طبعا الكل يتكلم فيه، مو بس في التعليم، حتى في الاعمال. فاكثر فئه راح تستفيد من هذا البرنامج من راح يكونون؟ سواء المبادره او حتى برنامج الشات جي بي تي. نعم طبعا هذا البرنامج متاح لجميع شرائح المجتمع، وبالتحديد الطلبه سواء كانوا من داخل المدارس او حتى طلبه الجامعات. طبعا هنا نشير من خلال هذا البرنامج إلى أن هذا التطبيق طبعا يحفظ حقوق المالك، وكذلك هنا من خلال هذا التطبيق يستطيع الطالب العودة إليه من أجل إجراء البحوث الإجرائية وكذلك البحوث العلمية، مع إيراد المصادر والمراجع التي استطاع من خلالها استسقاء هذه المعلومة. طبعا هذا التطبيق متاح بصورة مجانية في المبادرة لجميع شرائح المجتمع، وبالإمكان الاستفادة منه بإذن الله تعالى. نعم. في سؤال عندك حمد ولا يمكن أسأل آخر؟ تفضلي. أوكي. أنا الحين بس أستاذة زينب، يعني إحنا مثل ما نعرف الحين صارت الناس لا تميل للقراءة، دائما صارت تحب تأخذ المعلومة سمعيا، وإذا حبت إن مثلا تأخذ الخبر تأخذه بشكل مختصر. الحين إحنا هذا الجيل الجديد مثل ما قلنا سمعي أكثر شيء صاير، فإحنا شلون ممكن نعزز عندهم حب القراءة؟ طبعا في هناك كثير محاولات من جهات أو سواء من أولياء أمور بأنهم يعززون هذه الصفة في أبنائهم، فأنتوا كدوركم يعني شنو ممكن تسوون؟ طبعا هنا لا نشير فقط إلى القراءة الجهرية العادية، وإنما نطمح لأن يكون الجيل جيل مواكب للقراءة التحليلية أو القراءة الموجهة. أنا كتجربة شخصية طبعا هنا بالإشارة إلى إصداري الأخير الذي رأى النور بفضل التعاون مع وزارة التربية والتعليم، هو إصدار نامي وهادفة، والذي أشير من خلال هذا الكتاب إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة لدى اليافعين والناشئة، ليس فقط على نطاق مملكة البحرين وإنما على نطاق أوسع. من خلال مثل هذه الإصدارات سواء كانت لي أو حتى إلى الآخرين، طبعا من خلال هذه الإصدارات لا نركز فقط على معلومات أو معارف عامة، وإنما نحاول أن نتلمس لدى الطلبة أو لدى الفئة المستهدفة يعني الربط بالواقع، وكذلك الربط ببعض الأمور التي تلامسهم كفئة مستهدفة. إضافة إلى ذلك أطلقت بعض البرامج التي تمازج أو تدمج بين اللغة المقروءة وكذلك الألعاب التعليمية واختبارات قياس التقدم في مستوى القراءة. إضافة إلى ذلك بعض المشاريع التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسات التعليمية سواء كانت المحلية أو الخارجية، وفي مصافها الأول طبعا مشروع تحدي القراءة العربي. نعم. الذي جاء ب مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نعم أكيد مبادرة جدا جميلة. كل الشكر لك أستاذة زينب سعيد سلمان من مدرسة عالي الإعدادية للبنات، وطبعا مبادرة إيزير، وطبعا إن شاء الله كل التوفيق لكم وطلبتنا وكل النجاح، وتسوون حياتهم إيزير خلينا نقول في الدراسة،
والله يوفقهم إن شاء الله ويوصلون لأعلى المراتب. شكرا لك اليوم. شكرا لك. مشاهدينا، يقيم الفنان الكاريكاتوري علي البزاز معرضا للرسم الكاريكاتوري في مجمع السيف التجاري. المعرض يحتوي أو يحوي 40 لوحة قام على رسمها فنانين من 17 دولة. نعم محمد، طبعا يتزامن المعرض مع يوم العمال العالمي وهو موضوع اللوحات. خلينا نشوف التقرير التالي ونرجع لكم. بمناسبة اليوم العالمي للعمال، يوم بدي المناسبة طبعا مهمة جدا، تسلط الضوء على العمال وظروفهم، البيئة اللي يشتغلون فيها، حقوقهم، وكل ما يحيط بهذا الموضوع. ارتئينا أن يكون معرض كرتون لأن الكرتون هو وظيفة الأساسية بأن يسلط الضوء على الخلل، على النواقص، على المفارقات في المجتمع أو المفارقات حتى في المؤسسات. فاشتغلنا على أن يكون هذا المعرض مشاركة عربية وخليجية طبعا محلية، وحاولنا قد ما نقدر أن نعكس من خلال هذا المعرض المعاناة اللي يعيشونها العمال، ظروفهم وكل ما يحيط بهذا اليوم. طبعا المشاركين عندنا من جمهورية مصر، وعندنا من العراق، عندنا من دول الخليج، الإمارات، السعودية، وعندنا الكويت، وعندنا طبعا من البحرين. فعندنا يعني مجموعة متنوعة من الأساليب، من التقنيات، وحتى من طريقة تناولهم للموضوع كل بلد يختلف عن البلد الثاني. العمال تقريبا حوالي 40 عمل، الفنانين تقريبا 17 فنان، يعني الثقل الأكبر طبعا من البحرين، وبعدين من دولة الكويت، وبعدين طبعا من السعودية. وطبعا شغل الكاريكاتير بالأساس أنه يبين الخلل، يبين الوضع اللي مو سليم خلينا نقول أو مختل، يبين المعاناة، يمكن يبين الجانب اللي ممكن تقول عنه سوداوي لأجل يصلح ده الجانب. هو الكاريكاتير مو شغله يطبطب أو يزين أو يجمل الأشياء، هو شغله بالأساس يسلط الضوء، يقول إن هني في مكان خلل، هني في قصور، هني في عيب مثلا، هني في وضع مو صحيح. فهو ده بالأساس مهنة الكاريكاتير. مهنة الكاريكاتير مو إنه يجمل الأشياء بهالأساس، فمن كذي ممكن أنت تشوف إن هي سوداوية بس اللغة ساخرة، اللغة تستخدم النكتة، تستخدم الضحكة، ممكن نقول كوميديا فيها، بس هنا المفارقة، يعني ان احنا نتناول مواضيع جادة مؤلمة ممكن زي مأساوية، بس نستخدم السخرية فيها، الضحك او السخرية فيها، توجع هي بس ما تخليك تصيح، يعني موش المشهد اللي يبكيك بالاساس يعني، او البكاء الصامت خلينا نقول. ويمكن واحد من الفنانين اللي هو ناجي العلي كان يبكينا اكثر، ناجي العلي برسوماته عن القضيه الفلسطينيه كانت شوي مؤلمه، ما كانت تضحك واجد، كانت بالعكس تخليك تتالم. بس اغلب الفنانين يحاولون قد ما يقدرون يخففون بعد على الناس، انت صدق تبى تسلط الضوء على المشكله، بس تراعي بعد انك توصلها بطريقه معينه، احيانا تكون حاد فيها، واحيانا لا تكون يعني تمررها بهدوء شوي، بس انت وصلت الفكرة بالضبط يعني. مساء السعادة والإيجابية وجودة الحياة، وايد سعيدة بمشاركتي في المعرض اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي، وهاي تحية لجميع العمال في جميع أنحاء العالم. حبيت أشارك بطريقة مميزة، هو كل الرسومات كانت عشان يوم العمال، بس أنا حبيت بما أن أنا كان عندي 30 كتاب اللي هو أمثال بحرينية بخربشات كرتونية، كان أمثال شعبية كلها من رسوماتي أنا، فحبيت أشارك بالمهن الشعبية.
فنفس ما تشوفني عندنا الخراز الغمازة، فحبيت أسترجع شوية المهن البحرينية القديمة اللي بعضها اندثر وبعض الجيل الحالي ما يعرفها شنو هي. فهاي كانت مشاركتي خلال المعرض. وعندنا هني بعد في ثنتين اللي هو زارعه تيج والحجامه. عوده مشاهدينا، اما الحين وصلنا الى فقره السينما اللي يعني ما تنمل منها السينما، والكل يعني اغلب الناس تحب السينما وتروح السينما خصوصا في الويكند، بما ان احنا في الويكند. ويعني نرحب بضيفنا في الاستوديو الاستاذ محمود، طبعا المشرف العام لشركه البحرين للسينما. نرحب فيك ودائما تكون موجود، واختفيت انت فتره لان فتره الكورونا قلنا مو موجوده كانت واختفت ما في افلام، فحين رجعه قويه ان شاء الله للسينما. ويعني نرحب فيك في البرنامج اليوم. يا هلا، اسعد الله صباحكم ومرحبا فيكم في كل الناس اللي قاعده تتابعنا. وفعلا فتره الكورونا مو بس احنا اللي اختفينا، اظن نص العالم اختفى. اختفى صحيح، وكانت فتره يعني غريبه، فترة ازمه وعدت ان شاء الله. انا من محبين السينما صراحه، واشتقت للسينما هاي الفتره، رغم انه يعني في بدائل كانت يعني التطبيقات اللي موجوده للافلام في المنزل، نتفليكس وغيره، ولكن السينما لها طابع خاص، يعني لازم الحب نحب نروح السينما وتطالع بالشاشه الكبيره والساوند، يعني شيء حلو السينما. صحيح غير. طبعا احنا استاذ محمود مثل ما شفنا خلال هاي فتره العيد هناك اقبال كبير من الناس. طبعا انا من الناس اللي رحت السينما هاي الفتره، فشفت ما شاء الله هناك اقبال. قصتك. اقول قصتي. ايه قولي قصتك شنو صار. اول شيء انا صار لي فتره طويله 10 سنين ما رحت السينما، فقررت انا هذه الفتره انزين رحت السينما مع عائلتي. فتفاجأنا احنا يعني من الافلام اللي حضرناها كان فيلم رعب، هو على اساس انه فيلم رعب، ولكن تفاجأت انه في السينما الناس قلبت فيلم الرعب الى فيلم كوميدي. فانا ما بعرف هل الغلط من الفيلم كان ولا كان من الناس يعني الحضور. الفتره رحتيها قبل اسبوعين او شيء، فتره العيد طبعا. اي فتره العيد اظن الفيلم الوحيد اللي كان، ظني ثاني يوم العيد كان الفيلم الوحيد اللي كان موجود في الرعب اللي في السينما اللي هو Evil Dead Rise. أي. ويعتبر من أفلام الرعب القوية اللي إنتاج إخراج تصوير ومليء مليء يعني. أي. ما هو دموي أو أرواح شريرة. أي. فيعتبر من الطراز الأول والتشويس الأول حق أي أحد يختار فيلم رعب. أي. لكن يبدو أن الناس تقلب، أنا لاحظت هالشيء أن لما يكونوا موجودين هناك الناس تقلب الرعب تسوي كوميدي. شنو السبب؟ فما أدري. هل هو ردة فعل خوف يعني ممكن تكون؟ يمكن ردة فعلهم الخوف أو طريقة الفيلم يمكن. هو الفيلم فيلم رعب. رعب يعني رعب. 100% رعب كوم. فعلاً. ومن الأفلام يعني في رعب تشوف الإنتاج ماله ضعيف أو إيه شيء. هاي ضحك يكون صراحة. إيه. إذا يكون الإنتاج ضعيف. لكن ويكون رعب. لكن في أفلام لا كواليتي نفس أفلام الأكشن اللي أنت. يطق البوكس يطيح قبل لا لا هذه فيلم رعب، انت تتكلم عن رعب وتصوير والصوت اخراج الصوت قوي خصوصا في السينما والدم والممثله اللي مختارينها اجادت الدور وهي كانت مناسبه جدا. وبعدين استاذ محمود اللي كان مميز في هالفيلم البنت الصغيره، البنت اللي كانت في الفيلم موجوده اللي هو المفروض فيلم رعب يعني، كانت تقط قطات صراحه تخلي الواحد غصبا عنه يضحك يعني. هو ايضا في الفتره الماضيه كلها شاهدنا ان افلام الاكشن صار فيها كوميديا، حتى الدراما ايضا فيها كوميديا، حتى الرعب في كوميديا، حتى المغامره ايضا فيها قطات الكوميديا والسوال، لان فعلا الكوميديا هي ناس تبي تضحك في حياتنا كلنا. ناس تبي تضحك، وعشان كذا النظريات كلها انه والله الواحد لما يبتسم كم عضله تتحرك في وجهه، لكن لما يحزن نشوف انه والله لا العضلات اقل. والاحصائيات اللي تنزل دائما ينشرونها انه فعلا الابتسامه والضحكه والفرح والمرح والبهجه اللي تكون موجوده في حياتنا تساعد وايد في اطاله اعمارنا، في جعل الحياه أريح وأسهل. صح. وإيزي جوينج على قولتهم. صحيح. أنت قلت الإقبال زاد في العيد، ويعني هاي مؤشر طيب حق السينما. والناس تحب تدش في العيد الأفلام العربية، فلو نتكلم عن الأفلام العربية المطروحة واللي راح تنطرح يمكن خلال فترة العيد، ورأيك في الأفلام العربية والإقبال الناس عليها. طبعا إحنا فترة العيد شفنا إقبال عود لسبب معين اللي هو
فترة رمضان يعتبر شهر رمضان من أشهر اللي أقل حضوراً للناس في السينما، لانشغالهم في أشياء وايد هي ترتيبات العيد أصلاً من العبادات والطلعات والجلسات الفطور والغبقات اللي تصير والانشغالات اللي واحد يقول متى أخلص الأشياء اللي عندي إياهم. فالأفلام تكدست تراكمت وأيضاً شركات الإنتاج ما تنزل الأفلام عادةً في فترة رمضان، ينتظرون ليل العيد عشان ينزلونها. فصار كمية عودة من الأفلام من الأكشن والإثارة والعربية والأجنبية ورعب وكارتون، فلمت أفلام عودة وكلهم يعتبرون A movies اللي الناس كلهم حابين يشوفونهم. شو نشوف أول؟ هذه كانت هي بسبة أن رمضان أنه يعني تيمعوا كأنه تيمعوا شهر كامل ما ينزلون الأفلام قوية لأن أصلاً ما في سوق يكون موجود في السينما حق هالنوع من الأفلام. فهذه تفكمت كلها انزلت في العيد. قلت لي اي موفي شنو يعني؟ الاي موفي اللي هو يعتبر المرتبه الاولى اللي هو شركات الكبار مثلا، الشركات الكبار الانتاج العود اللي مصروف عليه. لان انت شلون تحسب الفيلم؟ تحسب التصوير شلون يكون، الممثلين اللي موجودين، شركه الانتاج اللي مسويتها، السيناريو من اللي كاتبه شنو، هاي الساوند سيستم اللي مستعملينه، الاضاءات وهاي. فانت لما تشوف فيلم كواليتي بهالكواليتي العود تعرف ان هذه فيلم كواليتي. لو يعني يو الناس حضروا او ما حضروا هو اي كلاس موفي. يتم تقييمهم ها من اي فعلا. وبعدين هذه يعتمد حتى بالصالات العرض اللي ينزلونها، في وايد ريليس يسمونه حق الافلام اللي هو ينتشر في صالات يعني الاف الصالات اللي تكون موجوده وورلد وايد، فيسمونه وورلد وايد ريليس. مثل ما شفنا مع فيلم مثلا سوبر ماريو برادرز او جون ويك اللي شفنا ضجه الاعلاميه وانه مكسر الايرادات وطريقه مختلفه. ليش؟ لانه يعتبر هذه من الاي كلاس موفيز اللي كواليتي اللي الناس تنتظرها، خصوصا مثل جون ويك سلسله افلام يعني كلها تلعب دور في الموضوع. أستاذ محمود، يا ريت تعطينا فكرة عن أبرز الأفلام اللي تم عرضها من خلال يعني بداية العيد مثل ما نقول لحد اليوم. شنو هي أبرز الأفلام اللي تنصح يمكن يعني ممكن أنصح بعد أن هم الناس تنصح الناس فيهم أنهم يروحون ويشوفونها؟ طبعا عدا عن الفيلم اللي قلت لك على أساس أنه هو فيلم رعب وغيره. المشكلة أنه 18 بلس بعد. المشكلة أنه أنا يعني أنا تحسكت يعني لازم وايد يخوف. إيه مو تتكلم عن 15 بلس أيضا 18 بلس، فأنت لما يقلبونه كوميدي بس هذه الناس وفي السينما ما. فعطنا فكرة عن أبرز خمس أفلام اللي حاليا قاعدة تعرض في السينما. أقوى خمس أفلام كانت في الأسبوع الماضي. طبعا إحنا أبعاد شوي عن العيد اللي كان يوم الجمعة I think 21 أول يوم، فأبعاد شوي فترة عنا. فبنشوف الأفلام نزلت بعدها بعد مجموعة أفلام، فبنشوف الترتيب اللي صاروا وشنو كان من النمبر 5 للأول اللي هو أقوى إبادة. رقم خمسة كان عندنا فيلم هارلي، وهارلي متكلم عن هارلي فيلم أحدث أفلام محمد رمضان اللي تعودنا عليه أظن في السنوات الماضية في رمضان. أكثر شيء مسلسلات اللي كانت موجودة والمشهورة أكو موجودين على الشاشة فعلا. الناس تتابع مسلسلاته، ملايين الناس. محمد رمضان من الشخصيات اللي الناس تحب تتابع أفلام، خصوصا الأكشن، ممتاز في الأكشن وأيضا مسلسلات اللي كنا نشوفها. فيلم هادي في إطار من الأكشن للإثارة، هو الأشطر الأمهر الأبرز في مجال السرقات، ونشوف شلون السلسلة ممكن تمشي وشلون بيتعرف على بطلة الفيلم اللي هي مي عمر، ومع أيضا ممثل الشهير محمود حميدة. جميل. الرقم أربعة عندنا فيلم إيفل ديد فيلمتش تكلمنا عنه أظن، وبكون شيء بسيط اللي هو 18 بلس ويمتاز. أفلام الرعب دائما ما تمتاز يا تكون دموية عشان كذي تعتبر رعب والريتنج مالها عالي، أو تكون تجمع ما بين روح شريرة يعبون عنها شنو تحب تسميها هذه أشياء يعني معتمة ويعني شخصيات تخوف يعني هذه كلها. فهذه لا يجمع ما بينهم اثنيناتهم، ما
مفروض كان هو الفيلم مميز وما زال في المفتبة رابعة. هذا يراوينا أن الفعل فعلاً قوي والناس ومازال في إقبال عليه. بس لحن الناس تحب الرعب يعني صح. الكوميديا طبعاً موجود أنت قلت لي يعني تدخل في كل الجوانب لكن الرعب لحن في ناس الرعب فعلاً لناس والناس تحبه. كل كاتيجوري موجود وكل الناس تحب وكل هذه اللي يسوي تشكيلة عشان كذي السينما مميزة. هي عندها تشكيلة كل واحد يدش الشيء اللي يحبه. ساعات وايد عائلات لما تيجي كل واحد يختار الفيلم اللي يعجبه صح. يعني تشوف مثلا الاهالي يروحون على فيلم يعجبهم صح. الاطفال فيلم يعجبهم الاب والام ممكن افلام يعجبون كل واحد يختار الشيء اللي هو حابب يجي السينما يشوفه ويعتمد على المود بعد اذا صح. انت صحيح. مودك تشوف شيء كوميدي اكشن دراما ما شابه ذلك. الفيلم الثالث عندنا احدث افلام كان فيلم سلمان خان كيسي كي بهاي كيسي كي جان اللي هو احيانا ممكن ان يكون صديق واحيانا ممكن ان يكون حبيب. امتاز سلمان خان دائما بافلامه ينزلهم فتره عيد الفطر والناس تحبت افلامه الناس تحبت تتابعه. الممثلين اللي ما يحتاج بعد نتكلم عنهم سلمان خان. الفيلم يدور باطار من الاكشن الكوميديا الرومانسيه كالافلام الهنديه الجميله والاغاني الحلوه طبعا اللي تكون تميز هالنوع من الافلام. توب 10 شنو؟ نمبر 2 كان عندنا فيلم جون ويك. وجون ويك طبعا من الافلام اللي لها ماضي. ابتدت في 2014 شفنا الجزء الاول 2017 شفنا الجزء الثاني 2019 الجزء الثالث و2023 هاي الجزء الفاينل الجزء الرابع في سلسله افلام جون ويك. اللي يميز جون ويك اللي هو التصوير في الاكشن القصه الفكره اللي موجوده من الجزء الاول سلسله ليجندية وليش صار كل هالمواضيع ونهايتها الحين شنو ممكن يصير في صراعه مع الناس اللي العالم كله يبغى يموت. شنو ممكن يصير في هالجزء؟ انا عاده ما احب اشرح وايد على اساس ما اخرب على الناس. خلينا نروح الحين بعد التوب 1 صار عندي فضول اعرف شنو هو. نمبر 1 سوبر ماريو براذرز ذا موفي. سوبر ماريو براذرز عندنا الشخصيتين ماريو ولويجي اللي تعودنا عليهم في الالعاب اظن من صغرنا ولحين موجودين لحين في كل شركات الالعاب وهاي لا قد انك تشوف لعبتهم صورهم على الشنط على اي محل صح. شخصيات معروفه لما ينزل عنهم فيلم ويكون الفيلم انتاج حلو وكواليتي جيد ممثلين بحجم عالي الجوده يصفر انه هو يكون في المرتبه الاولى. ما زال ينعرض للان من العيد وهو في المرتبة الأولى وموجود على نظام الـ 2D والـ 3D أيضا حق المشاهدين. نعم يعني هذه الأفلام التوب 5 فعلا الأفلام الجديدة خلنا نقول latest يعني الأفلام الجديدة التشكيلة عودة طبعا جبيرة. نختصرها ونتكلم عن كم من فيلم على أساس أن هاي نبتدي بأقوى الأفلام لربما هالأسبوع اللي هو Guardians of the Galaxy الجزء الثالث مارفل ما يحتاج الأبطال الخارقين. ابتدينا I think في 2014 كان الجزء الأول لـ Guardians of the Galaxy تعرفنا على شخصياتهم وشلون كونوا فريق كامل من أجل حماية مو الأرض والبشر بل المجرة بالكامل وشفنا انضمامهم للأفنجرز في رحلاتهم وسلسلة الأفنجرز الشهيرة وشلون استطاعوا يكونوا جزء أساسي من أجل حماية البشرية والمجرة والعالم. الحين هذا الجزء الثالث منشوف شنو الخطورة الجديدة اللي ممكن تواجه المجرة. بيروح على طول نمبر 1 وشنو ممكن صح على طول يعني دائما من مارفلز يروحون دائما عادة صح عادة فعلا عادة ما يكونون نمبر 1 خصوصا ان الفيلم موجود بتقنيات عالية مثل الايمكس 2D الايمكس 3D الاتموس النظام الصوتي الراقي جدا والنسخة العادية اللي يعبر عنها بال 2D ونسخة النظارات ايضا 3D فلربما هو يكون الخيار الأول حق محبين الأبطال الخارقين ومحبين أبطال مارفل وسلسلة مارفل والأجزاء اللي يعني الواحد يحاول يتلاشى أنه يفوت جزء لأن سلسلة القصة تتأثر والقصة عندك تفقد جزء منها. نعم
الفيلم الثاني عندنا One Ranger. One Ranger يتكلم عن الاستخبارات البريطانية. يكون في مجرم وهذه المجرم يعتبر زمن الكوبويز ولا يعني هو ليش؟ لأنه هو مع تكساس. الاستخبارات البريطانية تستعين في One Ranger اللي هو الرينجر هذه من تكساس من أجل أن ينقلون أحد أكبر المجرمين اللي هو يخطط حق عملية إرهابية لتفجير جزء من لندن. فيستعينون فيه ونشوف تبتدي سالفة القطو والفار اللي ما يحاولون يقبضون عليه مرة ثانية وشنو الإجراءات وشنو اللي الحبكة القصة اللي ممكن تحدث هناك في إطار من الأكشن الإثارة الجريمة وهل بيستطيعون يوقفونه ولا بيقوم بعمليته وبفجر جزء عود من لندن. نعم. أيضا عندنا بنتكلم أيضا عن فيلمين رعب بيكونون موجودين هذه متوصين فيه الأسبوع. فيلمين رعب أيضا بيكونوا موجودين عندنا فيلم The Black Demon. The Black Demon يوحي أنه هو ديمون شيطان أو شيء هذي لكن هو يعتبر هو مقتبس من قصة مكسيكية شهيرة يعني أنه في منطقة نفضية هناك في محيط معين يجي بطلنا وعائلته على أساس يبي يتابع يشوف موضوع هاي المنطقة النفضية اللي موجودة في نص البحر لكن يكتشف أنه ما حد موجود شو اللي صاير في يقولون لأن في شر معين الشر هذا يعتبر عن شغلة معينة قامت بتخويف الناس اللي هناك قتلهم زرع الرعب في المنطقة هناك شنو هاي الشغلة هل شلون ممكن يحمي روحه هو وأسرته بعد ما وصل للمكان هناك أظن هذا يكفي على أساس إيه لا تحرق الفيلم الفيلم الرعب الثاني اللي بيكون موجود. الفيلم الرعب الأخير اللي بيكون موجود عندنا اللي هو In Black أو From Black. From Black عندنا قصة أم هذه أم تعاني, تعاني من اضطرابات معينة يختفي ولدها بعد اختفاء أو محاولة البحث عنه ما يجدونه يعرفون أن في شيء صادق أكيد توفى فهي تلجأ إلى أحد الأشخاص اللي يقول لها نقدر نرجع لك ولدك من اسمه From Black يعني الدخول في عالم مظلم أو في منطقة لا يجب الدخول إليها فنشوف شنو هاي العالم مظلم شنو منطقة هذه اللي ممكن تشكل نوع من الشر أو قوة خارقة خارج عن حدودنا إحنا كبشر طبيعيين شنو ممكن يصير أو لما واحد يحتك في هالعالم شنو الأشياء السيئة اللي ممكن أن تحدث لأن أشياء زينة لا يمكن أن تحدث شنو الأشياء السيئة اللي ممكن أن تحدث في إطار من والله سلسلة حلوة صراحة هاي شكل الفيلم مشجع أنا شكلي هذي هاي شكل الفيلم مشجع هاي خلاص كلامك بعد حلو كان يعني فشنو ممكن تسويق حلو للفيلم شنو ممكن إن شاء الله ما أكون أنا أحرق الأفلام على الناس أعطيهم فكرة بسيطة لا بالعكس يعني شيء حلو الواحد عشان لازم يعرف يعني العنوان فعلا العنوان العريض من غير ما واحد أنا واحد عادة ما أنا أنصح الناس إذا يحبوا ممكن يشوفون التريلرز دعايات الأفلام قبل ما يروحون الفيلم يعطيك نبذة يبين أن الفيلم هل هو إنتاج حلو مو بحلو ممثلين الموجودين فيه وقصة بسيطة موجودة هناك صح نعم كل الشكر لك أستاذ طبعا محمود وإن شاء الله يعني الناس تستمتع في السينما وتستمتع في الويكند والأفلام اللي قلتها كلها أفلام حلوة وإن شاء الله تستمتعون في السينما شكرا لك شكرا اليوم لكم. وإن شاء الله يعني إن شاء الله دائما كل التوفيق كل خميس نلتقي إن شاء الله يكون عندنا لستة أفلام حلوة معلومات جديدة حق الناس ونغطي لهم المعلومات اللي هم يحتاجوا يعرفونها إن شاء الله شكرا لك أستاذ مشاهدينا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل برنامج شمس البحرين مشاهدينا حاليا خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع طبعا نستضيف معنا هنا مجموعة من الفنانين زين خلينا نقول ولكن خلينا نتابع هذا ونرجع
ايش فينا انا شيرت اليوم ما ادري ايش فينا شيرت من كثر من فرقه موسيقيه ان شاء الله بتكون معنا خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم بلادي لهلها بالاخص هي احلى وطن يسري بيوفك حبها وين ما جدمك وطن منابع للجود أهلها والروس بد ما وطن وعرف ترمن فعالهم يا صاح شاب الشعر قال ابن جعدان صادف خلي الفتان قال ابن جعدان صادف خلي الفتان عبر طريقه نهار سبت وافيته والله عبر طريقه نهار سبت وافيت شو الحاضرين يرمي بك أمرنته الخيل والبين والبين لا تعرفني والسيف والرمح والقاس مشاهدينا آلة العود من الآلات الوترية المحببة عند الفنانين الخليجيين واللي دائما ما نشوفهم يتألقون في عزف أروع الألحان عبد الرحمن والفنان عبد الرحمن عوض فنان عاشق للعود ومطرب تميز في الفنون الشعبية صباحك الله بالخير وعلى فرقتك الكريمة وإن شاء الله اليوم يعني أنا وايد متحمس ويعني أحب هاي النوع من الفقرات وإن شاء الله اليوم يعني تكونوا معنا وتستمتعون معنا الجمهور بعد. صباحك الله بالنور اخوي حمد اختي اسراء طبعا اليوم سعيد تواجد وياكم تزور البحرين ان شاء الله في هالفقره ان شاء الله الجميل نقدم لكم شيء حلو ونستمتع ان شاء الله مع بعض لاحظنا دائما انت قاعد ومعك ميول العود متعلق انت بهاي الاله دائما معاك دائما يعني صار لك يمكن قبل الحلقه هني نص ساعه انت قاعد تسوي له تونينج بالضبط تحب انت العود يعني فخلينا نتكلم يعني تعلقك بالعود شلون كان؟ والله آلة العود يعني تعلقي فيها فترة قديمة من الطفولة. رغم أن آلة قديمة يعني الكبار يحبون. إي بالضبط. رجعته رجعته. إي يعني أسمع ويعني يستهويني دائما صوت العود من بد الآلات. والله حبيته يعني وفترة حاولت أتعلم وأعزف والحمد لله رب العالمين تسهلت الأمور يعني. وقدرت شقد فترة أخذ لك اللي أنت تتقنه يعني قدرت والله هو تقريبا 9 سنوات لي 10 سنوات. ما شاء الله. يعني أخذ له وقت. بالضبط لازم أي والله. طبعا عبد الرحمن يعني إحنا شو اسمه عرفنا علاقتك وطيدة جدا بالفنون الشعبية، تكلمنا عن سبب اختيارك لهذا النوع من الفنون. طبعا الفنون الشعبية هي جزء من تراثنا وثقافتنا البحرينية أو الخليجية بشكل عام.
احنا طبعا عن فتره يعني بعيده او دائما نحصل الفنون الشعبيه متواجده في كل مكان، في مسلسلاتنا، في قعداتنا، في يعني مع ابهاتنا، في كل مكان في المجتمع. وانا يعني الفتره الاخيره حاولت او اني اتعلم هذه الفنون واديها يعني بشكل او باخر يعني، وقعدت استمتع فيها وحسيت ان الناس حبتني وايد فيها. رغم ان انت يعني انا رايي رغم ان انت يعني لك في الفنون الشعبيه واغانيك كلها يمكن تقريبا شعبيه، بس لك لمسه فيها يعني طبعا. لاحظنا يمكن حتى في التقرير طريقه غنائك مو بس شعبيه 100%، فيها لمسه فيها لمسه يعني عبد الرحمن بعد، عرفت يعني حاط فيها لمسه يمكن. شنو الاشياء اللي تحاول تغيرها وتخليها عشان يطلع شيء جديد بعد في النهايه؟ اكيد هو اخوي حمد الفنون الشعبية يعني احنا يعني المفروض ما مطول عليك يعني اخر لا لا لا, لا بالعكس انا بدي ابتدي فقرات الغناء انا مستمتع معك. الفنون الشعبية احنا كشباب يعني محتاجين ان احنا نلتفت لها ونهتم فيها، وانا بالعكس ملاحظ الفترة الأخيرة ما شاء الله وزارة الثقافة ويعني قاعد تعطي اهتمام كبير وحتى وزارة الإعلام وصوبكم حق الفنون هذه الشعبية، وحتى الشباب يعني قاعد يتقبلونها وقاعد نحاول ان احنا ديم كده. لاحظت انا حتى في مجال الفنون الشعبيه يعني انا من تقريبا الناس الصغار يعني او ان سنا يدون هذه الفنون، فبالعكس يعني انا قاعد استمتع فيها وحاول ان اضيف لها لمستي، ما اديها نفس يعني ما اداها غيري، احاول اعطيها لمسه قد ما اقدر، ان شاء الله اكون يعني الناس يعني تحبني بهاللون وبهال. شنو بنغني؟ يلا ايش بتسمعنا الحين؟ نقول شيء فن صوت، صوت عربي يشوقني برق الفنان محمد او اي الفنان محمد من فارس. يشوقني برق من الحي لامع لامع لعل به تبدو الربا والمرابع حيث طرى عرف النسيم إذا سرى تذكرت ما ضمته تلك المواضع لأني على التذكار ما زلت والعا والعا وما زال قلبي نحو ليلي ينازع وحيد
الله ما شاء الله يعطيك العافية. اللي يعني صراحة يعني بس هذه وهذه فرقة بروحها خلاص. يعني ما نحتاج شيء. ما شاء الله شيء جميل وأدائك فيه وايد حلو ويعني صح إنه شعبي لكن فيه لمسة جديدة يعني صح أنت حاط شيء. بس أنا ودي أعرف شنو هو بس مو عارف يعني للحين. هو فن الصوت طبعا. يحتاج له في يعني نوع من الارتجال. المطرب او المعد لازم يكون يعني قد ما يقدر يحاول يرتجل فيه والكلام يعني في له ميزه خاصه يكون باللغه العربيه الفصحى او انه في يعني اصوات بعد شعبيه لكن يعني لابد من كل فنان يقدم لمسته الخاصه في لمسته اي بالضبط فيعني احنا مقدمين لمسه كذي بسيطه لهم خاصه فيني. مؤخرا اشتغلت مع او تعاونت مع اوركسترا البحرين كلمنا عن هاي التجربه طبعا تجربه جدا يعني مفيده لك كفنان نتكلم عنها. والله تجربتي مع فرقه الاوركسترا الفلهارمونيه بقياده الدكتور المايسترو مبارك نجم طبعا نصبح عليه بخير ونقدم له تحيه. طبعا ضافت لي الشيء الكثير وتجربه جديده والوقوف بحد ذاته في المسرح البحرين الوطني يعني اتوقع ان كل فنان بحريني او يعني تشرف في الوقف في هذا المسرح الجميل يعني. بالعكس اضافت لي تجربه وايد حلوه كانت واضافت لي شيء كثير يعني. نعم عبد الرحمن يا ريت تكلمنا يعني انت كشاب طبعا في المجال الفني صار لك فتره طويله اين ترى يعني او كيف تشوف مستوى الشاب البحريني كمغني وكعازف؟ هو طبعا ما شاء الله الشباب البحرينيين والفنانين البحرينيين مثل ما نشوف احنا دائما لهم يعني ثقافتهم الموسيقيه عاليه ولهم ما شاء الله سمعه حلوه مع جميع حتى الفنانين خارج البحرين يعني الفنانين الكبار ونلاحظ احنا طبعا جميع الفنانين الخليجيين الفايف ستار يعني اغلب الستاف مالهم العازفين او الايقاعيه يكونوا من البحرين. ما شاء الله ده شيء يدلك ان يدلك على ما شاء الله ثقافه العازف البحريني. صحيح. مواهب كثيره طبعا مواهب كثيره وحتى المغنيين والموزعين بشكل عام. بعد نسمع شيء ابشر ان شاء الله. خلاص دشيت في المود انا خلاص مود الخميس دشينا خلاص نقول شيء بحريني من وقت اليوم دش الخميس نقول خبر تغير الحين ثاني اوكي هذاك نزل الحين شيء الاكبر اوكي حاج ميري خضر نشلج على عودك تزينين هو لي زين أحب الورد دايم ربيع اخضر على خدود خضر نشلج على عودك تزينينا هو لي زينك احب الورد هالدايم ربيع اخضر على خدود واحب السحر هالفتان ينبع نور من عيون أحب الحنة لين مبان يبرد فوق ظفر ريج وأحب السحر الفتان ينبع نور من عيونك وأحب الحنة لين مبان يبرد فوق ظفر ريج تقولين يا بعد جبدي وأقول عرفت زين عرفت عرفت زين عرفت عرفت زين عرفت من المحرك وسيف العين بحرين
القمر سهران وكل الليل من حلنا فرح والوان سما وغيوم ونار الشوق تحرقني وهو مظلوم ولو بيدين صورتك على قلبي ويا ليت الهوى مر ولو بيدين صورتك على قلبي ويا ليت الهوى مر ويا ليت الهوى مر يطواني مثل ما ويا ليت الهوى مر يطواني مثل ما عرفت زين عرفت عرفت زين عرفت من اللي محرك وسيف العين بحرين. الله الله. يا سلام عليك يا سلام عليك. صراحة شيء وايد حلو جميل. ويعني الفن هذه مثل ما نقول أنت قاعد تحيي شيء يعني قاعد يختفي مثل ما نقول أو قاعد يقل. ما نقول يختفي ما بيختفي ما بيختفي بس بيقل يعني قاعد يقل ما شاء الله الفرق قلت الشعبيه الفن هذه بدا يعني يخاف فانك ترجع بشكل شبابي هاي شيء وايد حلو الفتره الاخيره ما شاء الله الشباب مثل ما يعني تكلمت من قبل ان ما شاء الله وزاره الثقافه وزاره الاعلام قاعد تهتم بالفنون الشعبيه القديمه والفرق الشعبيه وان شاء الله باذن الله يعني يرجع نفس ما كان قبل. تعبناك اليوم هم. لا والله بالعكس استمتع والله وياكم. يلا بعد واحدة. نبي بعد اغنية نختم فيها منك عشان نختم الحلقة ان شاء الله. نقول شيء خليجي شوي نغير يلا خليجي. يلا حبيبي. يلا. علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درين ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درين لو يقولوا عننا مهما يقولوا لو يقولوا عننا ما يقولوا وانتهينا عاد احنا اللابدين وانتهينا عاد احنا اللابدين العذال نرميها ورانا ما يهزك ريح يا مركب هوانا ما يهزك ريح ما يهزك ريح ما يهزك ريح يا مركب هوانا طول ما نحن على بحرك مشينا طول ما نحن على بحرك
مشينا ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا قادرين ويقولوا أننا